حنا ناس اسفي ما قدرناش نشرو الحوت لانه غالي، ولكن الحوت كياكل وليدات اسفي لحقاش حنا رخاص. حنا جينا كساكنه ضد الغلاء المعيشي، ما كنتماو حتى شي حاجه، جينا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، لان هادشي كثير بزاف، المواطن ولا مضرور. واليوم حنا جينا لقينا شرماده، كنقول شرماده وكنقول اوباش اللي جاو باش يهرسوا لنا الوقفه ديالهم، وما غينتصروش علينا لحقاش حنا كساكنه صوت الحق. ما عندناش الماء، عندنا الواد الحار، اصلا واد الحار هذاك، ها واد الحار مبرونشينو لينا. واد الحار، واد الحار كنشربو فيه. المسؤولين كيجيو ياكلو هنا، كيدو الخزاني، كيهزو الذهب من هاد المدينة. أخويا حنا اليوم خرجنا كساكنة بدون انتماء حزبي ولا سياسي ولا حقوقي، جينا ندو بالغلاء ديال الأسعار، حنا كنتفاجئو. تفاجئنا بجمعية حقوقية اللي كنعرفوها كتبيع الماتشات، جمعية حقوقية جايين شرمادة، جايين باش يهزوا شي عرض ديالهم ويقولوا بأنهم هما اللي خرجوا ناس آسفي. حنا جينا كساكنة ضد الغلاء المعيشي، ما كنتماو حتى شي حاجة، جينا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، لأن هادشي كثير بزاف، المواطن ولا مضرور. واليوم حنا جينا لقينا شرمادة، كنقول شرمادة وكنقول أوباش اللي جاوا باش يهرسوا لنا الوقفة ديالهم، وما غينتصروش علينا لحقاش حنا كساكنة صوت الحق. كنعيشوا الويلات، الناس عندنا هنا كتموت بالجوع، الناس في آسفي كتموت بالجوع، وخير دليل راه داك الدري اللي دوى على باه على وليده الصغير راه بلا ما ندوى. الصحة ما كايناش، التعليم ما كاينش، الخدمة ما كاينش، الشباب يوميا كنشوفوا جوج، الماء ما عندناش الماء، عندنا الواد الحار، أصلا واد الحار هذاك، ها واد الحار مبرونشينو لينا. واد الحار، واد الحار كنشربوا فيه، الماء راه كي قال هذا راه الماء راه ماشي ماشي خانز. زيد 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 عليها، زيد عليها، زيد عليها انتحارات، انتحارات يوميا كنسمعوا واحد تلاعب في الكورنيش، يوميا كنشوفوا الشباب ديالنا كياكلوا الحوت. حنا ناس اسفي ما قدرناش نشرو الحوت لانه غالي، ولكن الحوت كياكل وليدات اسفي لحقاش حنا رخاص. وليداتنا كيحرقوا كيموتوا، ماشي عيب، ما كاينش التفاته مولويه لهاد البلاد. واش هاد البلاد لهالدرجه، لهالدرجه هاد البلاد يعني مستهدفه؟ حشومة على هاد اسفي، هادي راه تاريخ حضارة. ها انتم ملي كيخرجوا وليدات الشارع كيبغيو يندوا كنلقاو المرتزقة ديال الهيئة. وانت قدامك ضايع لمدة سنوات. وضايتي انا لا جيت ندوي عليها غايقول لي دوي على راسو، انا عام ونص الدولة سادة ليا محالي، سادة ليا باب رزقي، فرتكت لي عائلتي، دابا انا كنعيش بوحدي، كنعيش بوحدي، فرتكوا لي على وليداتي، المحل مصدر الرزق ديالي سدوا لي، داروا لي ضايع تاع الواد الحار هنا وضايع تاع الواد الحار. يعني مقصود عزين كدوي على حقوق الانسان، كتغوت على المواطن الضعيف، سر امك تجي عندنا وتمد لينا ايدك، عطوني امتيازات، عطوني بيكوب، عطوني الزبل، عطوني تريبورتورات، الى عمرني شديت شي حاجه الله يذبحني، الى عمرني بعد قضية اسفي راني هودي. وقفنا الناس خرجنا في الكورنيش، مشاو تخلصوا بانوراما، هيئات حقوقيه مشات تخلصت بانوراما. على هذه ماشي حشومه، ملي كندوي مشيت تخلصوا ناس اخرين، واش اللي غنقول اسفي لا جيت ندوي عليه اسفي راه اسفي اسفي لوحه تشكيليه رائعه، راه فنان سميتو الفساد. الفساد كينخر في هاد المدينة، المسؤولين كيجيو ياكلوا هنا، كيدو الخزاني، كيهزوا الذهب من هاد المدينة، المناجم عندنا شركة تاع الفوسفات، ولكن ما كاينش معامل، ما كاينش معامل، كنتمناو من هاد الوقفة تكون آسفي كتخرج بطريقة حضارية، نديروا وقفة نضالية حضارية، ما نمشوش نحن نحبسوا ولا نهرسوا شي حاجة، نبي نديروا وقفة حضارية، وما نبيعوش الماتشات، هاد الهيئات الحقوقية اللي كيبيعوا الماتشات. أول كلمة كنشكر جريدة أشواق على التواجد ديالها معنا في هاد الوقفة الاحتجاجية. انا اول حاجه انا واحد من ابناء الشعب كندوي على الحق ديالي اللي هو ارتفاع الاسعار، ما كنتابع اي جهه، اذا بي كنتفاجئ بوجود واحد الجمعيات هنا في هذه الساحه هذه، وانا واحد من بنات ولاد الشعب اللي كيدوي على الحق ديالو، ما متابعش اي جهه. اول حاجه بنقولها، جيت كنتواجد تنجي كنلقاو القلافيتات مجهوزين السما كيدوا بسميتنا حنا ولاد الشعب. انا ما كنبيش شي واحد دوي بسميتي، انا كندوي راسي راسي، انا ما تسناش شي واحد دوبي دوبي. شحال في كنا شحال هادي كان ولاد الشعب كيدوي في كانوا هاد الجمعيات هاد كيديرونا كيردو بينا تيتاجرو بينا حنا ولاد الشعب، درينا كيلعبوا بينا سلعه كيبيعوا ويشرو فينا حنا هاد الناس هادو. وانا من هنا كندوي خاصها تكون كلمه واحده، خاص كم ايد واحده في ايد في ايد، خاصها تكون بتعبر على شي حاجه، طافق على شي زي موحد لبسه معك، انا متافق معك نلبسه ونوقف معك باش القنا في شان واقفين نجي نوقف معاك وندوي معاك، ما كندويش بها انا هادي.
انا اليوم كنبيع ولاد الانس في الحرار، كناشد ولاد الشعب الحرار، الحرار ما كيتابوا لا الجمعيات لا نقابات لا احزاب لا والو. خرجت وي على حقك، راه هاد البلاد راه بقات بحقك، راه ما كاين لا تعليم لا صحه، ما كاينش شي حاجه زوينه في هاد البلاد. الا بقات حاجه زوينه هي صوت المؤذن تنسمعوه، صوت المؤذن اللي بقينا كنسمعوه، ما بقاش شي حاجه مزيانه في هاد البلاد. حتى من المراحل تسدوها، الماء شحال هو خانز، هو خانز، ما كانش كتشربوا خانز بحقك. علاش علاش؟ حتى شو ولد الشعب اللي كيشربوا، ماشي شي مسؤول، المسؤول كيمشي يشري الماء تيشربوا نقي. وولينا واحد هنا كيدوى البراني كيدوى بسميتنا حنا، ما كنلقاش ولد البلاد حر، حر كيدوى بينا حنا. كل ولد البلاد حر غيدوى بيا مرحبا، كنلقى واحد لاجئ متطفل على هاد البلاد. متطفل كيدوى بسمية البلاد. علاش؟ علاش كيدوى بسمية هاد البلاد؟ علاش ما عندهاش ولادها ما عندهاش؟ وكنتمنى من هاد المسؤولين يشوفوا من حالة الشعب هذا، وهاد السي أخنوش ارحم الشعب، الله يرحم بها الوالدين، ولا رحل ما قالتش على ملي كنت راعد انا ما قالتش على هاد البلاد، هاد المغرب ما تسيروا خير البلاد، خلي الناس خليوا رجال ولادها يهزوا، الله يرحم بها الوالدين. وشكرا. انا اخويا كنشكاو من هاد الاسعار، من هاد المخانز اللي خمسة شهور مع هاد ستة شهور حنا كنشربوا فيه. دابا كاين اللي بوفر ما عندوش باش يشري الماء كذا، تم الماء قرعه كانت خامسه كانت دايره 10 دراهم ولات 240. بنادم كيتسناها واحد اللقطه فين يعطيك على راسك، ماشي زعما يقول الماء عندهم خناز نقص لهم شويه في الماء ولا شي لعبه. وكنطهر كيمشوا من العين، حداش كاينه واحد العين هي اللي نافعانا دابا، كون عطاونا ديك الماء العين غادي تقاد لنا المدينه كامله. هي عين الغر، عين الغر اللي كتواجد في كاينه حدا عوين تكابروت، هي كاينه عوين طريق دار القيد، كاين اللي قريب تاع الماء كيتفرقع عليه قادوس من شهرين شهرين كيطلقوا داك الماء. ايوا كون عطاونا داك الماء كون تنفعنا به، لازم خلينا كنشربوا الماء خانس. كان عندي دري صغير فيه الحبوب، كنوض فيه ديك الحبوب ما عرفتوش من الناس، وديته دوزت ليه ما خليت ما درت ليه ديك الحبوب ما بغاش يحيد، ولكن من قطعت عليه الماء وليت كنشربوا الماء ديال الحانوت وكذا، دريت صفة من داك الحبوب حداش داك الماء خانس، ما عرفناش حنا كيفاش هاد الشيء هذا. كيقول لك الماء خانس لان المنسوب ديال الماء اللي في الدرج المنسوب ديال المياه مخاب لا حداش، ولكن هاد عين الغرة هي غير كتضيع، علاش لما يدوزوها لينا؟ هي اللي كنا كنشربوا منها الاولى، اسف كاملة كانت كتشرب منها، دابا حيدوها لينا وما عاد فين ما عاد واش كيبيعوها في القراعي ولا الله اعلم بيناتهم، داكشي بينهم مع الله ما عرفناش حنا داكشي عادهم كي داير. قال لك الماء هذاك عين الغر شدوها، شوف لما نعطوها عطينا الماء تاع البراج خانز، الله يرحم والدين وسمحوا لينا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.